ملامح التشكيل بالنسبة للوداد. عندنا طبعا زميلنا مهاب ممدوح تواصل مع المصادر الخاصة به وجاب لنا ملامح التشكيل الخاصة بالوداد المغربي لهذه المباراة. وبالنسبة لمصادرنا اللي رصدها مهاب ممدوح، في حراسة المرمى هيكون يوسف مطيع متواجد بشكل طبيعي، هو الحارس الأساسي أو الحارس اللي موجود للوداد. أمامه الرباعي يحيى عطية الله في الظهير الأيسر، وفي قلب الدفاع الكونغولي أرسين زولا، وفي مفاضلة ما بين الثنائي أمين فرحان وأمين أبو الفتوح علشان يكون واحد منهم بجانب اللاعب الكونغولي. أما في مركز الظهير الأيمن هيكون أيوب العملود، وده كمان كان لعب وسجل امام سان داونز الجنوب افريقي. كمان فيما يخص وسط الملعب يحيى جبران ورضا الجعدي، وايضا مفاضله ما بين جلال الدودي وايمن الحسوني، ولكن مدرب الوداد بيميل في وسط الملعب للدفع بالحسوني بسبب الاندفاع الدودي في الواجبات الهجومية، فالحسوني أفضل من الناحية الدفاعية. كمان في الهجوم السنغالي سامبو وأيضا محمد أونجم الجناح الهجومي، وكمان بيفكر بالدفع بزهير المترجي أساسيا من بداية المباراة. ده يمكن ملامح التشكيل اللي وصلنا له في كورة بلس فيما يخص طبعا فريق الوداد المغربي.